عفوا على المقاطعة، لكن هناك من يقول أن روسيا غارقة الآن ليس في المعركة فحسب، بل في المجموعات التي ستساند الجيش. ففي هناك بعض التقارير تقول أن روسيا تحاول استبدال قوات فاغنر بقوات أحمد الشيشانية. لا، هذا غير صحيح. يعني هذه المجموعات كما قلت مهما كبرت ومهما كان تأثيرها في روسيا لا يمكن أن تخرج عن إطار وزارة الدفاع الروسية. لديها مهمات خاصة يمكن أن توكل لها. يعني مجموعات أحمد الشيشانية يمكن أن تقاتل على الجبهات في دونباس، يمكن أن تقاتل في منطقة بيلغوراد، وخاصة أن هذه المناطق تتعرض لعمليات تخريبية بعيدة عن عمليات الجيش النظامي. أيضا مجموعات فاغنر يمكن أن يكون لديها تأثير آخر، يعني يمكن أن تبقى في الدونباس، يمكن أن تبقى أيضا في مناطق أخرى. وأذكر أن بريغوجين أيضا أعلن عن أنه مستعد لإرسال قواته إلى منطقة بيلغراد. هذا يشير إلى أن روسيا تتوقع كل الاحتمالات. يعني يمكن أيضا هناك كان تصريح للرئيس فلاديمير بوتين عندما اجتمع بالصحفيين العسكريين، قال أنه إذا استمرت الاستفزازات والاعتداءات على مناطق بيلغراد وكورسك وبريانسك يمكن لروسيا أن تأخذ من المناطق المحاذية لها على حدود أوكرانيا أن تؤسس منطقة أمنية. كل هذا يشير إلى أن روسيا يمكن كما قلت أن توسع العملية وتحتاج لهذه المجموعات. الآن بعد الضربات الكبيرة التي تعرض لها الجيش الأوكراني، يعني يمكن أن يشل عمله، يمكن أن تؤثر بشكل كبير على وقائع الحرب. لذلك يصبح دور المجموعات والمرتزقة في أوكرانيا أكبر بكثير مما هو الآن. أيضا روسيا تعمل يعني هذا الحساب، وكيف لها أن تواجه هذه المجموعات. يعني إذا كانت مجموعات عسكرية، مجموعات خارجة عن الجيش النظامي، فما عليها إلا مواجهتهم أيضا بهذه المجموعات. كما قلت يعني المجموعات أحمد الشيشانية لديها قدرة، لديها المجال الكافي للصراع والقتال في الشوارع، أيضا بالإضافة إلى قوات فاغنر والتي لديها تجارب عديدة في العديد من المناطق. لذلك روسيا نعم يعني يمكن أن تستثمر هذه المسألة لمصلحتها ولمصلحة أمنها القومي. لكن رغم كل الحديث يعني عن مجموعات أحمد وعن قوات فاغنر، نلاحظ أن العمليات العسكرية والمواجهة العسكرية في أوكرانيا يعني لم تقم هذه المجموعات أو لم تتسبب بأي خسائر للمدنيين كما يحصل في يعني المناطق الأخرى أو في دول أخرى، عكس ما يحصل الآن على المناطق التي تسيطر عليها روسيا من المجموعات القومية ومن الجيش الأوكراني. نعم. يعني هناك خسائر مدنية كبيرة اليوم، حتى في مدينة فولنافاخا هناك يعني للأسف قتلى مدنيين سقطوا من جراء راجمات الخيمرس. هناك طفلة للأسف سقطت بواسطة يعني عقوة أو لغم أرضي تم توجيهه عبر الباراشوت. لذلك يعني هذه مسألة يمكن أيضا تؤخذ بعين الاعتبار بأن هذه المجموعات تقاتل مجموعات عسكرية ولا تتسبب في قتل المدنيين يعني عمدا أو عن قصد.